نحتفلوا بعيد ميلادنا الثالث. إذن ثلاث ثلاث سنوات أكيد ياسمين مليئة بالأنشطة، لو كان نحكي شوية على الأنشطة متاع الجمعية وآخرهم. ثلاث سنوات مليئة بالأنشطة، اليوم تزامنا مع باحتفالنا بالعيد الثالث الجمعية، احنا في ملتقى وطني وهو الملتقى رقم 41 للجمعية. في ثلاث سنوات عملنا 41 ملتقى، تبارك الله، منهم محلي من الوطني، عملنا أكثر من 300 ملتقى افتراضي رقمي أونلاين، يعني في حسبنا احنا فقط عدد المشاركين من أكتوبر 2020 حتى مارس 2021 قلنا 8000، أما أكثر ما رجعناش لأكثر من هيك عدد، يعني آلاف عباد لهواك. بس دوراتنا عملنا عدة مسابقات في المسيرة نتاعنا، عنا مسابقات موجهة للمعلمين ومسابقات موجهة للتلامذة، عملنا حتى مسابقات موجهة للمدارس. والإقبال اللي كنت تحكي عليه ياسمين، ما نعرفش هما أنا أكثر شريحة مستهدفة من خلال هذه الجمعية، أنتم تقريبا الفئات الكل ممثلة، لكن تكون معناها مركزة أكثر الجمعية. هي الجمعية يشرف عليها المعلمين، هي موجهة للمعلمين. احنا الإثارة التربوية بصفة عامة، سواء الابتدائي سواء حتى من قبل دخول المدرسة، سواء الإعدادي سواء الثانوي، كلهم تابعين، وحتى في الدورات الأخيرة دخلوا معنا حتى أساتذة جامعيين بيشوفوا تقنيات التعلم عن بعد. أيوه، وأغلبهم تقريبا ياسمين معناها التكوين، معناها يدخلوا في إطار تكوين المعلمين. أغلبهم في التكوين الرقمي والبيداغوجي للمعلمين وإعداد موارد رقمية. بالطبيعة المدارس، بالطبيعة ياسمين، انتم معناها تقريبا عندكم ثورة تكنولوجية على المناهج التعليمية، لأنه نعرف المنهج التقليدي هو السائد، لكن انتم عندكم توجه جديد تقريبا يعتمد التكنولوجيا. صحيح، احنا عندنا كل حاجة نقريو بها في القسم، احنا حاولنا نخمو في حاجات طورها وحاجات خليها فيها تجديد. مثلا الدورة هذه اللي أمس اليوم هي بعنوان التجديد في الكتب المدرسية. كيفاش معناتها تجديد؟ ناخذوا كتاب التلميذ هذاك المجرد، خاصة الفرنسية والإنجليزية، نقوموا بإدخاله الحاسوب، عود ما يتورق باليد شو اللي يتورق رقميا الكتاب هكايا، يشوفوا مجلة تتورق، ويزيد المجلة هذيك كل كلمة موجودة في كل كتاب نختاروا خاصة كلمات صعيبة، ينزل عليها التلميذ يسمعها سواء الفرنسية سواء الإنجليزية سواء العربية، أنتم لغة الكتاب، والكلمة اللي تصعب عليه يردد عليها سوري يشوفها باش يزيد يتعرف عليها. مثلا تجديد في الكتب المدرسيه يدخل في اطار تحفيز التلاميذ، نعرفه ياسمين انه التلميذ ما يتحفز الا اذا كان لقى صوره مزيانه ولقى حاجه مزيانه وقصه مشوقه، وقتها بالحق يتحفز باش يقرا وباش يعبر، سينو ما يتفاعلش. خاصه التلاميذ اللي عندهم صعوبات تعلم الكتب هذوما باش نخدموهم يعاونوهم ياسر، انه يلقى كتاب يورقه سواء في الحاسوب سواء في الهاتف نتاع الوالد، ويبدا وحده الدرس نتاعو يعاودو. خلينا نعرفوا هما نفور حتى من الكتب الورقيه، يلقى نفس الكتاب هذاك رقمي امامه ويعاونو، ومش باش يقعد يسمع، مش باش يقعد يسمع بار اكزومبل الولي نتاعو يعاود الكلمه، كي ينزل عليه تتعاود الكلمه يسمعها بالنطق الصحيح. خاصه النطق الصحيح في الفرنسيه والانجليزيه اللي نعانيو منه. لكن هذا ياسمين اكيد يتطلب زاد امكانيات كبيره بالنسبه للتلامذه، لانه ما نتصورش توا انه في القاعات نتاعنا في مدارسنا بالخصوص انه متوفر لكل تلميذ حاسوب باش ينزل ولا باش يعمل، معناها تبقى ما نعرفش شنو المشكل هذا. نخدموا به قسم جهاز حاسوب للمعلم وجهاز عربي، يعني داتا شو في المنزل يستعملوا حتى للتليفونات نتاع الاولياء نتاعهم فقط. بالضبط، تليفوناتهم ولا الحواسيب الخاصه نتاع الاولياء، لكن في القسم يتم التركيز على داتا شو على حاسوب واحد. اي مثلا انا قاري تلامذتي سنه اولى اللي في اول عام جوني خمس سنوات، واما في مدرسه معاك في مدينه قبرال، تلامذتي الكل في بدايه سنه نعلمهم كيفاش يستعملوا هالتطبيقات هذه. وكلهم يستعملوا بالميثود الجديده وما قيتش معاهم صعوبه رغم عمرهم خمس سنوات. انا شو نختار التطبيقات المناسبه لعمرهم باش ينجموا يطبقوهم ما غير صعوبات، واللي خاصه فيها حمايه حتى لمعطياتهم الشخصيه واسمائهم وصاربهم. اذا نحتاط ياسر من الحكايه. باهي ياسمين، مامي نعيمه تحب تتفاعل معك. يا مدام ياسمين، صباح الخير. صباح الورد.
على ما حكيت على الكتاب هذايا، والله يعطيكم الصحة في المعطيات، وانتم متابعين ومكبين الأحداث ومتابعين معناتها الأشياء الجديدة والإلكترونية الكل. مي سؤال باش نوجهه لك، هل ندرى الكتاب هذا ينجم يقدر عليه كل طفل من أطفال تونس الجمهورية التونسية الكل؟ يندرى خممتوشي في الموضوع هذايا، يندرى تنجم يتوفر كيما عند سوسة مستير ويتوفر كيما عند أي مكان بعيد في تونس لأي تلميذ مثل ذاتنا، يندرى هذا خممتوشي فيه كجمعية؟ احنا بالنسبة لنا احنا كجمعية احنا نعمل تدريبات للمعلمين انهم ينجموا ينشوا هالكتب هذا، وهما باجتهادهم الشخصي نوريهم طرق كيفاش يوصلوهم لتلامذتهم. واحنا حتى الكتب اللي ننتجها مثلا هذا كلنا انتجناها ومنشوره على صفحتنا بالمجان، يعني بشر دي بارون ياخذها كما الدوره نتاع اليوم، ثم حتى من القصرين وعنا من مدين حاضر معانا من ولكن سيبقى السؤال باقي ناقص. السؤال هنا، هل في متناول الجميع؟ هل هو في متناول ثمن نتاعو؟ هل هو في متناول الجميع؟ الناس الكل تتنجم تقدر تشريها لوليداتها الكتاب هذايا؟ هما الكتب هذوما مجانيه، يعني احنا نوريهم كيفاش يصنعوهم، ما نبيعوهمش، ما نبيعوش احنا الاعمال العربيه، خرق العاده. احنا ما نبيعوهمش، احنا مثلا تاع السنه الثالثه منشورين كل عام نزيدوا نخدموا وننشروهم بالمجان على الفيسبوك نتاع المعيه، والا حتى على اليوتيوب. احنا نوريو المعلمين كيفاش ينجرها، وهما زاده ينجوا يبعثوا لنا. يعطيكم الصحة مدام ياسمين. احنا مش كان ينتجوا، احنا ديما بعد كل دورة نعمل زوج ثلاثة دورات نعمل مسابقة. مسابقة على الحاجات هذه اللي احنا حضرناها، علاش؟ ونقولوا خلي المشاركين يتشجعوا ويزيدوا يوم. يعطيكم الصحة. نحصلوا احنا مثلا آخر دورة حصلنا من الكتب الرقمية هذه، حصلنا قلنا لهم قصص رقمية. تحصلنا على 200 قصة رقمية ونشرناهم الكل بالمجان، وتوجنا خمسة أفضل قصص رقمية. نذكروا يا ياسمين بالموقع نتاعكم، ياسمين ذكروا للسادة المستمعين بالموقع نتاعكم، سيرتو الأولياء اللي يحبوا يدخلوا ويطلعوا على التكنولوجيا التربية الحديثة، يكتب الجمعية التكنولوجيا التربية الحديثة، كيف كيف على اليوتيوب يكتب الجمعية التكنولوجيا التربية الحديثة. يكتب معناها الاسم كامل نتاع الجمعيه، تخرج له الصفحه وتخرج له الكتب نتاعكم. باهي، باش ننهي الحديث معاك يا ياسمين، اكيد مجهود يذكر فيشكر، ومجهود كبير قاعدينكم فيه على مستوى تغيير الكتب المدرسيه. ما مدى الشراكه نتاعكم مع وزاره التربيه اللي هي الشريك الفعلي والاساسي في البرامج؟ عندكمش تواصل مع الوزاره؟ عندكمش اقتراحات؟ عندكمش حاجه من هذا النوع؟ احنا السيد الوزير استدعانا في المكتب نتاعو وعملنا شراكه، لكن شركة كحد أقصى تمكننا من دخول المدارس فقط. يعني كي نحب نمشي لولاية معينة نحب نعمل تكوين، ما نروحش في اللقوء اللي باش نعمل فيها، هذاك فقط الشراكة شنو تعطيني، لكن امتيازات أخرى لا. فيما عدا ذلك أنه باش يتبنى، باش يتبنى مثلا القصص وينشرهم ويوزعهم على المؤسسات التربوية في تونس الكل، والا باش ياخذ ما فهمش منها. نتمنى وان شاء الله يعاونوكم. ماناش نستناو في دعم الوزاره. مثلا الاسبوع هذا الجمعيه خذت على عاتقها انها عملت دورات محليه وعملت دوره ملتقى وطني في المسير. محليه كانت في سيدي بوزيد، كانت في تونس وفي بنزرت وفي قطرالات. ومعناتها الجمعه هذه برك احنا دربنا 200 معلم. برافو. بامكانياتنا الخاصه. بالنسبة للتمويل نتاعكم، تمويل الجمعية ياسمين، تمويل ذاتي فقط من معلوم الانخراط، معلوم الانخراط هو 20 دينار سنويا قاعد يجينا، هذاك فقط قاعدين نتصرفوا فيه خاطر عملنا تطوعي. يعطيكم الصحة ياسمين، إن شاء الله عيد ميلاد سعيد لهذه الجمعية الفاتية. وقت اللي نسمعوا حجم النشاط معناها في ظرف 3 سنوات، نجموا كان نقول لكم بارك الله فيكم، وإن شاء الله دائما إلى الأمام. تحياتنا لكل أعضاء هذه الجمعية وكل المربين. شكرا لك ياسمين. اكيد مامي نعيمه نحن مازلنا باش نواصلوا عليهم، لكن قبل ما نواصلوا يظهر لي عندك تحيه تحب توجهها. اي تحيه لسيدريك في فرنسا، نقول له سيدريك المد بتحياتنا، رب تحياتنا ليه، وربي ان شاء الله يفضله ومتابعنا ديما ويحب برامجنا، وان شاء الله ربي يحييه. وكيما عندنا اهداء زاده ان شاء الله نجموا نقولوه معناتها.
محمد الظريف إلى زوجته سامية السويت وولده وفاء وريان والأم سعيدة شكو وأخواته. يحب يهدي إن شاء الله الأغنية اللي بش أي أغنية تكون على العائلة وعلى في مستوى عالي. له خيانه كيما مراد كيما ماهر كيما أبوه المازري الظريف، وربي يحيهم الكل. ان شاء الله مبروك لهم، ان شاء الله ديما العائله ملمومه. كذلك نوجه تحيه لماهر فنتر صديقنا الغالي، كذلك زوجته سونيا القيد المكسي لانتقالهم الى دار السكنه الجديده في شط مريم. نقول ان شاء الله تفرحوا بريهام ونجاد ويوسف، وان شاء الله في نجاحاتهم، وان شاء الله دار مباركه. الناس الكل اللي نقلت للديار الجديده نتاعها، الف مبروك للناس اللي قاعده تحتفل بالزواج ابنائها، الف مبروك للناس اللي قاعده تولد ونزاد لهم في صغيرات، والف مبروك للناس اللي قاعدين يطهروا زاد في كل الولادات ان شاء الله، واللي عيد ميلادهم اليوم. تبارك الله، الافراح متعدده ومتنوعه سي محمد ما شاء الله، ان شاء الله الناس كل فرحانه. نصلح كلمه، انا بك الوقت كل سمارت، انا نحكي هدى اي هدى انتم على هدى اللي لا احنا ما عاد حبينا نوجه تحيه فقط للزميل هدى الاسود اي لكن ماشي هي المعنيه كلمه ماني
قالت لي عاد تبك عندك هذه الوقت تقول لي باش تقدم لي في التحيه ولا تقدم لي في التحيه. التحيه راهي موجهه لك انت خصيصا والاغنيه راهي موجهه لك انت خصيصا، لكن احنا حبينا فقط لكن خلالك تفكرنا هدى مع هدى الكل. كل انا ما يقلقنيش معناها السمع وفيه معناها الاذاعه. لا لا تحياتنا ليك يا هدى. وانا زيد مره اخرى من خلال هدى هي بيده هذه تفكرت هدى عندي هدى هدى اخرى هي هدى اخرى اي رتبالك راي هدى في ايطاليا بنت اختي نوجه لها تحيه ونقول لها بفضلك فضلك صغيرات وكل واحده اسمها هدى تسمع فينا تحياتنا لها. باهي سي محمد باش ناخذ شويه خبيرات نعلقوا عليهم قبل ما ننهيوا الحصه نتاعنا. مواطن اتصل بيا قال انه ولده 26 عام عمره الحقيقة كان عنده أمل أنه يعيش في البلاد هذه، عنده أمل أنه يخدم، عنده أمل أنه يكون عائلة، أنه يأسس في دويرة وغيره. قد يستنى يستنى يستنى، عنده رخصة سياقة متاع سيارة تاكسي وعملوا المطالب العام الأول، العام الثاني، العام الثالث، العام الرابع، العام الخامس، حصلوا تواصلت السنوات ومع المماطلة اللي قاعدة تصير من الإدارات والمسؤولين. الوليد حرق لإيطاليا، قال بوه أنا ما نجمش نقعد نستنى هكاك، أنا باش نحرق ونمشي نكون مستقبلي، أنت كون لنا في تونس وأنا نكون غاديك. إلى متى سي محمد نهملوا في شبابنا ونسلموا فيه ونبعثوا فيه إلى المجهول؟ والله معناها من راهو شيء غريب، المسؤولين نتاعنا وكأني بهم يحبوا يفرقوا تونس، وكأني بهم يحطوا فيها لغم باش ترشق ويقعد ترشق. نهار الفارطة نسمع في أخت هزت الرضيع متاعها وحرقت، امرأة عمرها 25 سنة تسوى رضيعها وتحرق لأنه ما عادوش ينجموا يزيدوا يستناو سي محمد. نعرف واحد ثلاثة مرات يحرق ويرجعوه وطردوه ورجع حرق رابع مرة، راهو شيء مهول. لأنهم حطمين سي محمد، ما عادش عندهم أمل في الحياة لهنا وما عادش عندهم أمل أنهم يكونوا راهو. يا سمات احنا من الدول جاتنا الإعانات وجاتنا القروض، المدة ذي الاخرى برك اوروبا عطاتنا مع الاتحاد الاوروبي قروض باش نعطيو المؤسسات الصغرى والمتوسطة بتاع الشباب. الشباب ما وصل لهم شيء. احنا ما وصلناش للاستثمار وغيره، احنا باش نعطيوه رخصة باش يخدم الدوسيات رابطة يا سي محمد في المكاتب بتاع المسؤولين. ناخو ولاية المسير عندنا رخص 25 رخصة. عندهم سنوات هذو. عندهم عامين. وعطاو مانيش عارف تو الجعل هذا يقول يودي بالرشوه يودي اكتب قيلوني اتصلنا بالولايه كلمني الولايه جاو شكاي شكاي من جاب حذانا الوالي وقال هاهم حاضرين وباش نعطيهم عنده عام وش جا شكاي هنا والوالي تغشش على زميلتنا ملاك الفتيتي قال لها شبيك قلت كان ما عطاكمش نرثي نتبع معكم انا سوا ديزون هي معناها ما عندهاش دخل ما تكون محايده هي وقت لقات احنا من نجم احنا مع مصالح المواطنين ما نجموش نكونوا محايدين سي محمد. والله على ذكر على ذكر سياره الاجره والرخص والله واحد مسكين يبكي في التاكسي يحكي لي ناس تبكي ناس قال لي شوف سنيه طاحت اني من عمري 20 سنه ونجي وراها 25 يخدم صانع سنيه طاحت وراني كي السنيه طايحه وفمه طايح قال لي هذه ساعه ما تحصلتش على رخصة سياقة. قلت لك الدوسيات راقدين. 40 سنة عمري. دوسيات راقدين. البعض يظل باش يخرج التقاعد مش باش يتمتع بها الرخصة، ربي يهدي. كيش تقول ما يحرقوش؟ معناها الشباب. معناها بالحق بالحق. الشباب قاعد يحرق. قاعد نقطة بصفة كبيرة. يلزمها. شوف احنا مشكل الشباب اللي ما عندوش راهو. شوف الأمر وأدهى. توا اللي ما عندوش متفاهمين. وشوفهم سكنتش واللي باش هيدو اللي عنده يحب يخدم وانت تقصوا في جوانبه فما اللي عنده جايب ملايين ومليارات ويحب يحل مشروع في بلاده يخدم بها بلاده وما يلقاش شكون يعاونه ويساندو ويعطيه ما يقولوا له ما هو خلي ما هو احنا قبل عندك اللي يعملوا القبع والشعير يقيسوا بك الثمنه هذا ليا هذا ليك هذا ليك هذا ما هو لله ما هو لله احنا هذوما اللي مش يعملوا مش يجيب برشا معناها شيء مهول حطوا ما هو لسيادهم شبابنا كيفاش باش يعيش شو مستقبل الشباب ما باوش يبطوا ما شبعوش بالرشاوي ما شبعوش باش نمشيو لموضوع اخر سي محمد العزوف عن تحمل المسؤولية. الحقيقة في صيادة شفت صديق مهبط تدوينة يقول أنه ثلاثة فروع ولا ثلاثة جمعيات رياضية في صيادة ما لقاوش شكون يشد رئيس جمعية كيف كيف المشكل مطروح لهنا في الاتحاد الرياضي المونستيري أحمد البلي شاهد صحيح أنه ينسحب في بنزرت في سوسة معناها اليوم العزوف عن تحمل المسؤولية سي محمد شنو الأسباب أخي يعني أنا رؤساء في الحبس
يبدوا يعملوا وعلى عنده شركة وياخذوا في القروض وياخذوا بالبنوك وباش يعمل جمعية يخلصوا حتى يخلصوا في 100 ملايين معناها للملاعبين. في الاخر الراجل ما عندوش باش منه هو اللي عاطي الشيكات وعاطي كل وفي الحبس حاكمهم زوزته في الحبوسات ومثال باش يشد جمعية يقعد يصرف 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 ويزيد من بعد الناس تسب فيه والناس تسب فيه وتقول فيه باب السبعة تفرش فيه سي محمد مرميت فيه والكلاب. شنو الحل مامي نعيمة توا امام عزوف قبل الحل انه علاش العزوف وصار لانهم يلقوا حتى ولو اني باش نعطي مجهودي وباش نعطي من خبزة اولادي وباش نقف مع جمعيتي لكن ما نلقاش المقابل من دولتي. دولتي ما تكملش معايا ما تقفش معايا دولة هزي ده تقول لك عمل على روحك ورغم اللي يجيبوا في ميدايات ويطلعوا يجيبوا في ويجيبوا راو في شيء كبير لتونس ولكن الدولة ما تدعمش ما تعطيش ما تعاونش. هذا اول باب احنا ايوه تفضل بس سامحني. اثنين تلوج الحلول. الحلول لو كانت الدولة تقف بكل حزم في مجال واحد مجال واحد اللي هو الجبايات لو كان تلزم كل حد يخلص الجبايات نتاعه وعلى مستوى تعطي للجمعيات تعطي للجمعيات وتونس تاخف وتولي بخير والناس كل تتحرك والعباد كل تتحرك ولكن هاك الشيء هذاك اللي بيخلص الجبايات بركة هذوكم برك تحرك المستوى الرياضي والشبابي لانه اللي بشاخذ نادي ولا جمعيه داخل على جبل بقدومه المصاريف بزايد عباد صرفت صرفت وخرت لاعبيه تحب على شهرها تحب على بريماتها مدربين كورنيتور شريان وغيره منين الفلوس تجي جامعه طيش له ربع سوردي البلديه تعطيها ربع سوردي يا ولادي يهديكم لو كان الدوله تقف على الجبايه برك والله العظيم تونس تولي بخير والملاعب والجمعيات والشباب والناس كل تقف وبلادنا تتنعوش والمشكله مش من باب واحد مامي نعيمة والله نقول له كان حتى باش يتم فيهم تفويت لشركات والله حتى شركه ما تشري كل شركه تقول لك ما حاجتيش يعني المصروف الزايد اللي باش نعملوا هالكرفي اللي باش ناخذ معناها بالحق زاد ملف ملف استشهار بطل ملف ما فيش اكثر من هكا اللي جاب لنا الميداليه الذهبيه في السباحه ما عطاوش حتى سيرفيتمون يلبسها في البوديوم كانوا مع الكل ما عطوش فيه ثقه باش يجيب هذاك حاجه بني. اخرى هذاك اللهوه نتاع الرياضيين في البرا في البرا شو اسمه ذوما اللي شنو بلاي روعه لاتو عندها نارين من اللي جابت ميداليات كيف ميداليات وهي مسكينه ولا واحد يحكي عليهم بالرغم اللي هم معناها ذوي الاحتياجات الخصوصيه يعني في التلفزه طلعوا في التلفزه شيء باهت شيء باهت قاعدين يعطوا شيء باهت شيء معناتها منقوطه المراه تحكي قالت منقوطي منقوطي منقوط عائلتي باش وصلت وباش عملت من الضعف قوه وطلعت ملف يلزم العزوف عن تحمل المسؤوليات لابد انه ملف يتطرح على المستوى الوطني كما يتطرح موضوع الهجره السريه هذه من خاصه من الشباب والمسؤولين اللي مش قاعدين يقوموا بالواجب نتاعهم. النقطه الثالثه سي محمد نقطه زادت هم شباب اخر اللي هو متخرج من مدارس التمريض الفريمليه خذاهم متعاقدين في البريود نتاع الكورونا وناس قاعده تخدم وفي معناها تقول انت في ديسونتر كوفيد معناها ناس معرضه رواح للخطر قاعدين يخدموا قاعدين يخدموا وقاعدين يعطيوا في مجهودهم ومضحيين على اساس انه يجي نهار وينتدبوهم يستناو في الدور نتاعهم سيرتو في جهتنا احنا في ولايه المنسيه. اليوم اللي صار وزارة الصحة تبعث لهم تقول لهم راهي العقود متاعكم ما هيش باش تتجدد بمصر اللي يوفى العقد متاعه ما يجدد. سي محمد إلى متى هلا؟ ما شاء الله اعتراف بالجميل الخروشية متاعنا والمستشفيات أول حاجة كورونا مازال ثاني حاجة المستشفيات متاعنا سواء المحلية وإلا الجهوية وإلا الجامعية والمستوصفات راهو ناقصين 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 ما تصورش قداش من المنام الإطار هذوما نتاع الممرضين ومساعدين الممرضين الفنيسمين والله تبارك الله عليهم رغم الإعانات اللي جايتنا قالوا فال على العقد نتاعك ما لا يقوم بربي خلينا نكلموا كورونا تقول له تهز بروحك وبالروح اي هز بروحك رحنا باش نجمع باش نخرجهم مامي نعيم اش باش نقول لهم نقول لهم هذوما الجنود البيضاء هذيا اللي خدمت البلاد وخدمت العباد بكل وعرضت صدورها كما نقولوا احنا وعرضت روحها للريسك وللموت موت 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 محتى مش لعب ولكن هذوما الناس اللي ما نجمناش يلزمها الدوله ما تقول لهمش ومش بالطريقه هذه نكافئهم لا لا الناس اللي ما يتقال لهمش ليه سي مادي ما يتقال لهمش ليه من المفروض اضعف الايمان تخليهم كونتراكتويال حتى يتم انتدابهم صفه رسميه مش تقول له لا باش نتخلى عليه ومحناش مش في حاجه ليهم احنا في حاجه ليهم سبيتاراتنا فرغت المستوصفات فرغت ناقصين اصلا ناقصين اصلا
هذا الجحود نتاع الدوله بصراحه، نتاع الدوله هذوما ناس ما يلزمناش نقولوا لهم لا بالكل. هذا ملف زاد لازم يتطرح سي محمد، سيرتو اول ملفات ابناء وبنات ولايه المسير مظلومين برشا من ناحيه الانتداب هذه، سكروا الانتدابات الكل وكانهم ضرر كان على ولايه المسير وشويه سوسه والمهدي. وكان حد سكر التعب راهو الصحه ما تنجم تسكر حد شيء، ما تنجمش تسكر. اول حاجه مزال كورونا والموجه الرابعه كما جاش وراها خامسه، هذوما لي فاريون سلالات جديده. ثم اللي خدموا معاك عامين وعرضوا رواحهم لاكبر خطر، اكثر من خطر نتاع المرور. واجب عليك انك تحتضنهم وتخليهم يخدموا كما متعاقدين على الاقل في انتظار انك تسوي لهم حاجه انتداب. ان شاء الله يخلصوهم في فلوسهم، ان شاء الله يخلصوهم في فلوسهم هما والمعلمين النواب. والله العظيم برشا مظالم قاعده تتسلط على شبابنا، والنتيجه هكا ترى فيهم الياس، المرض، الهجره السريه، الانتحارات، غير. ربي يستر الناس الكل. احنا الحديث حلو سي محمد، الوقت يجري برشا، بدينا العشره وشويه توا تقريبا ماضي ساعه وقت التعقيم هذاك باوك بخناش عقمنا شويه في الصباح من الاول الصباح، والحمد لله معناها ثلاثة ساعات عداو خفاف برشا وصلنا لنهايه حصتنا. مامي نعيمه شنو تقول في النهايه؟ التقرير اللي عطاوه الامريكان القنصل الامريكاني، التقرير المفصل الشافي اللي عطاوه سياده الرئيس قيس بن سعيد، معناتها تقرير الشكر والتقدير والابجاد وبجلوه، قالوا له مبجل في جميع انحاء العالم، والسلطه للشعب، والسلطه للشعب، وتبارك الله عليه. معناتها القدر اللي عطاه له اخيرا سمعتها في الصباح، معناتها شيء يسر ويثلج الصدر، وربي ان شاء الله يكون معاه. خلي مضم بالهم كجماعة اللي يرجعوا بالوساطه الامريكيه، وقولوا للشعب باركوا من الانزلاق نحو هالناس الكذابه اللي 10 سنين معيشتنا في كذبه وعملت تحط بينا في الارض. ردوا بالكم، اقفوا لبلادكم، ما تبعوش شكون يصفق لهم بالفرق. اقفوا لبلادكم، طلبوا معناها استقواه معناها من البراني ضده، يقولوا في اكاذيب ومغالطات يقولوا في كلام كبير لو ارقام، يعطوا في حاجات كبيره برشا. قال لهم انا مانيش راجع، حتى كي مشاو له الطريقه هذه قبل هو الاعضاء الكونغرس، قال لهم انا مانيش راجع لتالي، وهو واش فما 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 الشعب راهو يحبك. قال لهم بالنسبه لاخر الطريق اللي سطر الشعب، السلطة للشعب. مامي نعيمة كلمة أخيرة يقول لك بالمثل التونسي والمثل الشعبي، يقول لك اللي ما عندوش خير في أهله ملوش خير في الناس، وهذوما الناس ما عندهمش خير لأرواحهم لأهلهم ما فيهمش خير. أكيد إن شاء الله تونس دائما إلى الأفضل، إن شاء الله القادم أفضل يا ربي. إن شاء الله تونس يا رب.